اخوتي الفلاح السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايرين شويه؟ شوف صحاب الزيتون ما يبقاوش ناعسين، ينوضوا اللي عنده الماء، هذه هي وقيته ديال السقا، يسقي الزيتون ديالو دابا. ها العظم، ها راه قد العظم، الحبه قد العظم، دابا عاد السقا، الدوار ما كاين السقا، دابا عاد يسقي. هانتوما كتشوفو، دابا غادي نوض نسقي الزيتون ديالي، هانتوما تشوفو، أنا غادي نبين ليكم الحبة كداش، ها الحب، شتوه؟ ها، إيوا دابا حس الزيتون يتسقى، ها، دابا راه الزيتون تبارك الله راه والد. الا خليتيه راه خص باش يغلط الزيتون، ماشي تبقى تقول ليها مازال الزيتون صغير. دابا راه هاهو، دابا راه محتاج السقا، الا ما سقيتيش مشى للناس اللي عندهم الماء، واللي بوري الله يغيثنا. هاهو ها الزيتون، هاهو شي الحبه دابا قداش، وهذا هو وقت الزيتون. وحاجه اخرى، هذاك البرجو خصو يحيدو اللي في الوسط، العود اللي ما فيهش، اللي ما فيهش سميتو الغله يحيدو. انا نوريه لكم، ها هو غادي يمشي للوسط ديال الزيتونه، ها هذا ما فيهش، ها كهو بحال هذا، ها غير غادي كيطول، ها شتي، شوف فين كيطول، شنو كيدير هذا؟ غادي يدير شي غله، سوا الا عندك مثلا واحد جنب ديال الزيتون خاوي ما عامرش، غادي تجي اش غادي دير ليه؟ غادي تجي لهنايا غادي تقطعو بالمقص، ماشي بيدك، بالمقص من هنا باش يطلق الفروع هكا مع الجنب، غادي يطلق من هنايا، الا قطعتيه من تما من الراس غادي يعطي لك النباته من هنا ومن هنا ومن هاد، كل ورقه يعطي منها النباته باش كيوسع الزيتون. اما الا خليتيه هكاك غادي كيطول، ها هو بحال هذا دابا، ها هو عندي هاد البلاصه خاويه، شنو درت ليه؟ جيت نقصتو هنا في الوسط، ها هو شتي شفين قطعتو، ها هو راه عطى ليا عرش هنا وعطى ليا عرش هنا، ها هو كي داير، خاص العرش تسرق الماء خاصك تحيدو دابا. انا نوري لكم الزيتون اخرى بحال هذا، ها هو شتيه، هاو ها شوف غادي كيطول، ما فيه حتى حاجه، خصو يتحيد كاع اللي طالع، خصو يتحيد. ها هو ها الزيتون ما فيهش، باش ما يشرب لكش الماء من تما كيتنفس، باش الماء كيمشي ديريكت للزيتونه، ماشي تخلي الزيتونه معشه وتقول انا عندي الزيتون رقيق، لا هاو ها كيفاش شتي، ها جدر، ها هو ها فرع، فرع من هنايا وفرع لهيه وفرع لهيه، اربعه هاك، ها ها الزيتونه في الوسط خاويه باش كتدخل ليها الهواء، هاو شوف غادي كيطول، ها شوف ايوا فين غادي، ها هذا كنسميوه حريمي، ما كيعطي لا غله لا والو، غير غادي كيطول، ها ها شوف، ها الا عندك مثلا في الجنب ديال الزيتونه مثلا في بلاصه خاويه ما شاداش الماء خليه، ولكن تقطعو من الفوق، ها الزيتونه هي خاويه فلوس، ها ايوا دابا اللي عنده الحب بحال هكا خصو يسقي، هاو دابا خاص سقا، هاو ها الزيتون، ها هو راني سقيت دابا، هانا ها هو، ها شتي الساقية، ها الما،
تلمه ها هو راني سقيته دابا ها الماء انا طلقت الساقيه سقيته باش الزيتون ما يطيحش. ايوا اخوتي المشاهدين اش غادي نقول لكم، تهلاو فروسكم ما تبقاوش ناعسين، نوضوا صاو اللي عنده الزيتون. سولني واحد السيد قال لي انا كنجاوب داك السيد قال لي على حساب الزيتون فوقاش تيتسقى. ها هو دابا اللي خصك تسقي الزيتون ها هو ها الحب يعقل عليه بحال هكا خصك تسقي دابا الزيتون، اما باش تسقي في النواره كلشي غادي يطيح ما يبقى لك حتى حاجه. انا غادي نوري ليه واحد الزيتونه خرج ليا فيه الماء، خرج فيها الماء في وقت السقا وقت النواره، وقت النواره وحتى ما عجبهاش الحال ما دارت لياش، واخا دارت الحب نورات مزيان وداكشي ولكن في الاخر دابا نو كيسمتو الحب كاتح كتكمش. انا غادي نمشي ليها هاي هاي العيب ديالها شتي ها شتي كي داير، هذا هو العيب ديال السقا في كيسمتو في النواره. ها شوف ها هو دار الحب ولا دابا يبس، علاش؟ رشاه داك الماء، الماء في النواره خايب اي حاجه. وهي هادي ها هي الزيتونه اللي وصلها الماء وقت السقا كي سميتو وقت النواره. شوف ها هو راه دارت الحب ها هو شوف فين طاح شتي ها شوف قداش ولا طاح كيكحل وطيطيح، علاش؟ حين تسقيتو في النواره كي سميتو خرج ليا فيه الماء قريب للاخر وطاح ليا سميتو، ودابا كيطيح ها هو في الارض ها ها حبة في الارض شتيها. ها شتي ها هو فين طيح، علاش؟ حينت خريبة للبير ما رديت ليهاش البال خرج ليها فيها الماء. ها ها كي الحب كان طايح. هاد الشيء اللي كنقول لكم انا عندي تجربة، هاد الشيء حاجة تقات وقت النوارة ما خداماش. ها هي هادي بعيدة على البير ها شوف تي الحب ها هادي راه تبارك الله راه والدة ها ها إيوا ردوا بالكم.